تعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مع توماس أبي صانا ألعاب ومهاجم منتخب غانا للمحليين ونادي هارت ساوفلوك، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية. اذكروا أن اللاعب هو ثالث هداف الدوري الغاني في الموسم الماضي برصيد 13 هدفا، ولعب لنادي هارت ساوفلوك الموسم الماضي وشارك مع منتخب غانا للمحليين في بطولة غرب أفريقيا التي أقيمت سبتمبر الماضي.